أرتخانة هي مؤسسة فنية بندعم الفن والفنانين غير هادفة للربح. بنروح المستشفيات، السنة دي عاملين تعاقد مع مستشفيات سرطان ودار أيتام. بنروح نعلمهم الفن. شوفهم بالألوان هي كامبين، حملة عملناها مع يالو بيجز، اللي هم جم عرضوا علينا الفكرة. الفكرة يعني عجبتنا قوي عشان هي كانت مختلفة عن الحاجات التانية. هي بتدعم الناس اللي اوريدي شغالة في المجال ده، مش ناس بتدور على فلوس وخلاص، مش ناس بتدور على دعم وخلاص من غير ما يبتدوا فكرة أو حاجة. هي حملة دعائية إن احنا نشوف مناطق المحلات بتاعتها ابتدت شوية يعني ما يبقاش ليها أهمية زي ما كانت زمان، وابتدى يبقى ليها بدائل. فاحنا بننزل المحلات زي ونبتدي ان احنا نعمل لهم ديزاينز على الحيطان بتاعتهم، تكون شويه بتبين المحل ده بيعمل ايه. في نفس الوقت دي دعايه للمحلات دي، وبتكون في مناطق مش سهل ان الناس تعرف فيها حاجات قوي. حمله تشوفهم بالالوان، هي حمله بتنزل بنساعد المحلات ان هي تظهر شكلها، بدل ما يبقى في محلات شكلها مش باين او مش ظاهر، مش ملفت للعين. فاحنا بنحاول احنا نساعدهم ان هم ما عندهمش القدره ان هم يساعدوا نفسهم، فاحنا نقدر احنا ننزل نساعدهم نلون لهم الاماكن دي عن طريق ان احنا بنعمل لهم الديزاين بتاعهم، وننزل نلونه ونعمله لهم زي ما هم عايزين، وفي نفس الوقت احنا بنحط الحته الفنيه بتاعتنا فيها ونظهرها. كان نفسي ابقى واحد منهم، بس هم يعني الحمد لله كفكره جميله جدا، قدرت تجمل المكان وقدرت تديله روح وقدرت تديله انطباع حلو للمكان. الشباب الصغيرين جم استاذنوا وقالوا ممكن نرسم على الحائط جنب المحل حاجه تناسب المهنه بتاعتك. قلت لهم ماشي اوكي، وبعدين رسموا. وفي الحقيقه يعني اتمنى من الله ان يكون كل احياء القاهره فيها اللمحه الجميله الجماليه دي، مش هنا بس مصر الجديده، لان حاجه كويسه بصراحه. واتمنى من الله ان كل الاحياء تكون فيها ده يعني.